ما حكم البيع والشراء في الساحات المحيطة بالحرم، وما حكم من يشتري من هؤلاء الباعة؟ ما يسمح بالبيع والشراء في ساحات الحرم لأنها من الحرم، من المسجد، يصلى فيها تابعة للمسجد، لا يجوز البيع والشراء فيها، ولا أظن أن المسؤولين يتركون أحد يبيع ويشري فيها إلا إن كان أحد خلسة بعض المرات، لا يجوز الشراء منه. نعم، يجب الإنكار عليه. البيع والشراء له أسواق وله محلات غير المسجد. نعم.